السلام عليكم. بريطانيا دخلت على خط الحرب الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، وهذا أصبح واضحا من عدد من التحركات والتصريحات البريطانية آخرها وأحدثها طبعا تصريحات قادمة من وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي. هذا الرجل كان في لقاء على سكاي نيوز البريطانية وقال عددا وتحدث عن عدد من الأمور. واحدة من الأمور المهمة، قال، حكومة المملكة المتحدة تتفق مع بايدن على ضرورة القضاء التام على حماس، وأضاف أيضا في نفس الوقت إسرائيل تعد نفسها لتدمير حماس والعملية ستعتمد على أفضل معلومات الاستخبارات. وعندما يتحدث هنا عن الاستخبارات فإننا يجب أن ننتبه بأن تقريبا في 72 ساعة الماضية طائرات الاستخبارات البريطانية من نوعية بوينغ RC-135 ريفت جوينت التابع طبعا للسلاح الجو البريطاني هي كانت تحلق بشكل مكثف باتجاه إسرائيل وباتجاه طبعا قطاع غزة، وظهرت بحسب الفلايت رادار كما تلاحظون وهي تحلق بهذا الشكل المكثف. وتلاحظ من طبيعة التحليق هنا بأنها تراقب لبنان كما هو واضح، وجزئية أو الجنوب اللبناني تراقبه بشكل مكثف، وهذا يعني بأنهم يراقبون حزب الله اللبناني بشكل واضح، وأيضا من خلال الرقابة هم يراقبون العمق الإسرائيلي ويراقبون طبعا غزة بأكملها كما تلاحظون. بالتالي هم يجمعون المعلومات الاستخبارية ليسلموها لإسرائيل لتستفيد منها إسرائيل طبعا مع ما تمتلكه من قدرات استخبارية في هجومها المقبل القادم طبعا على قطاع غزة وعلى حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وتسجيل هذه الطائرة. واضح في 15 أكتوبر هنا إذا ما اقتربنا من هذه التفاصيل لهذه الطائرة ستلاحظ بأنك أمام نفس النوع من الطائرات التابع طبعا لبريطانيا، وأيضا كانت هنالك لقطات أخرى هي كثيرة هذه الطائرة تحلق في البحر المتوسط بهذا الشكل. تلاحظ مثلا طائرات النحشون الإسرائيلية وهي تحلق باتجاه طبعا قطاع غزة، وأيضا تلاحظ بريطانيا والطائرات البريطانية هنا مثل اليونايتد كينغدم، تلاحظ من التسجيل الرويال اير فورس طبعا الخاصة ببريطانيا من نفس النوع الذي تحدثنا عنه هنا هي تحلق أيضا باتجاه قطاع غزة وباتجاه لبنان. وبالتالي الجانب البريطاني يعمل بشكل مكثف. لا بل إننا في الفترة الأخيرة لاحظنا في 7 أيام الماضية على سبيل المثال التلغراف البريطانية أكدت ونقلت عن الاستخبارات البريطانية بأنهم يراقبون حزب الله اللبناني بشكل مكثف من قبرص تحديدا، يستخدمونها كنقطة لعملية مراقبة حزب الله، لأن حزب الله ممكن أن يصعد بشكل كبير تجاه الجانب الإسرائيلي. لا بل في الثلاثة أيام الماضية تحدثت طبعا بريطانيا بشكل واضح وأعلنت رسميا عن إرسال قوات في البحر المتوسط من الأسطول البريطاني باتجاه طبعا قطاع غزة. والحديث هنا والإعلان البريطاني كان واضحا بالإضافة للقوة الجوية البريطانية، فإن هنالك نشرا لسفينتين تابعة للبحرية البريطانية بالإضافة إلى 3 مروحيات من مروحيات ميرلن البريطانية، وكذلك سرية كاملة من القوات والبحرية من مشاة البحرية البريطانية هي حاضرة أيضا في هذه المنطقة، قد تكون منتشرة طبعا في قبرص في أي نقطة هي متواجدة أو محمولة بهذا الشكل وجاهزة على البحر المتوسط، فهي حاضرة وبقوة من أجل مساعدة الجانب الإسرائيلي كما أعلن الجانب البريطاني في عملية الاقتحام التي يريدون القيام بها طبعا باتجاه قطاع غزة ومن أجل إنجاح هذا الهجوم. وطبعا هذا يعني بأن التحشيدات البريطانية هي تأتي جنبا إلى جنب مع USS جيرالد فورد حاملة الطائرات العملاقة USS دوايت آيزنهاور التي تأتي بالطريق وهي متجهة في طريقها بعد الأوامر الصادرة من لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي بأنها ستكون حاضرة قريبا جدا. وهنالك الكثير طبعا من المدمرات الأمريكية، قوة كبيرة أمريكية أصبحت حاضرة جنبا إلى جنب مع القوة البريطانية عدا الغواصات النووية طبعا التي يجب أن ننتبه بأنها تتواجد عادة في مثل هذه المواقع الخطيرة. بالتالي تحشيدها للغاية ليس موجها ضد حركة حماس بشكل مباشر أو بحرب مباشرة، لكنها محاضرة على المستوى الاستخباري وأيضا حاضرة كقضية مهمة، وتواجدها المهم هو
لردع حزب الله اللبناني والفصائل المسلحة الموالية لإيران الموجودة في المنطقة بشكل عام، ولردع إيران من إطلاق العنان وإعطاء الأوامر لهذه الأطراف لفتح جبهات كبيرة باتجاه إسرائيل وفتح جبهات حتى تجاه القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة بشكل عام. وبالتالي هذه القوة الكبيرة التي نتحدث عنها هدفها هي عملية هذه وتحقيق هذه المواجهة وتحقيق هذا الردع طبعا بشكل مباشر، لأنهم عادة ومن خلال التاريخ الخاص بهم بحسب ما تحدث فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق قال كلما وضعنا قوة كبيرة فإن إيران نوعا ما تتراجع وتعرف تماما بأن هنالك أمورا كثيرة قد تحدث بأي شكل من الأشكال. وطبعا بالنسبة للجانب الإيراني الآن هو يتعرض إلى تحذيرات كبيرة، الجانب الإيراني الآن هنالك الكثير من الإنذارات من قبل الغرب بشكل عام يطالبون إيران بأن لا تفكر بأن تصعد الأمور بشكل أكبر باتجاه إسرائيل. على سبيل المثال أن هنالك إنذار جاء من قبل ألمانيا وطلبوا من إيران أن لا تصعد بأي شكل من الأشكال وقالوا لا تصبوا الزيت على النار. وأيضا في نفس الوقت أن الولايات المتحدة الأمريكية مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أيضا أوجه إنذارا عن طريق قنوات الاتصال الخاصة بهم لإيران بأن لا تفكر أن تصعد الأمور إلى مرحلة أكثر مما هي عليه الآن. وأيضا في نفس الوقت هنالك إنذار قادم من الكونغرس الأمريكي من مجلس الشيوخ الأمريكي من السيناتور ليندزي غراهام الذي حذر إيران تماما من الذهاب بعيدا وفتح جبهات باتجاه إسرائيل بشكل مباشر. وطبعا هذا كله بسبب أن إسرائيل تتحدث وتقول بأن إيران أعطت مؤخرا الأوامر لحزب الله اللبناني بأن يصعد بشكل أكبر باتجاه إسرائيل. لا بل أن المعلومات التي جاءت في 24 ساعة الماضية بمقاطع حتى مصورة من حزب الله اللبناني، حزب الله بدأ فعلا يصعد وبدأ يضرب الكاميرات الخاصة بالجانب الإسرائيلي على الحدود. وطبعا هذه صورة من صور المقاطع التي نشرت من قبل حزب الله وهو يستهدف طبعا الكاميرات كما تلاحظون الإسرائيلية، وهذه ضربات أخرى والكثير من الأضرار للعديد من النقاط الموجودة في المنطقة. وهنالك طبعا سبب لحزب الله اللبناني لكي يحقق مثل ضرب هذه الكاميرات. إذا ما جئنا إلى خارطة الحدود طبعا بين لبنان وبين الجانب الإسرائيلي فإن هذه الكاميرات المنتشرة التي ضربت هي تقريبا تأتي في جميع هذه النقاط، استهدفت طبعا أغلبها من جانب حزب الله اللبناني. واستهدافها الفكرة الأساسية هنا هي أن يعدمون الرؤية الإسرائيلية على الحدود، وهذا الأمر هو الذي يسمح لهم في عملية التحرك بحرية والتحضير بحرية وأيضا تحقيق اقتحامات أكثر. وهم يقومون ببعض الاقتحامات، يقومون ببعض الضربات، إسرائيل ترد عليهم في نفس الوقت، وبالتالي الوضع يزداد سوءا من جانب حزب الله اللبناني بكل تأكيد في ظل هذه الظروف. والجانب الإسرائيلي طبعا أيضا يحشد بشكل كبير في هذه المنطقة لمواجهة ما يمكن مواجهته. لكن المثير بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضبط إسرائيل وتضبط إيقاع ما ممكن أن يتصاعد على هذه الجبهة. بحسب يدعوت أحرنوت العبرية كانت قد تحدثت بأن في زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأخيرة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية الأمريكي أيضا طبعا أنتوني بلينكين، وزير الدفاع الأمريكي أبلغ الجانب الإسرائيلي بأن عليه أن لا يقوم بعملية استباقية باتجاه حزب الله اللبناني وبالتالي تفتح الجبهة بأكملها. ولكن دعوا حزب الله اللبناني هو الذي يفتح الجبهة على الجانب الإسرائيلي ونحن سنتدخل مباشرة ضد حزب الله اللبناني. وبالتالي هم يحاولون ضبط إيقاع هذه المعركة ولا يريدون أن تتحول إلى حرب إقليمية. ولذلك نرى هذه الإنذارات وهذا التحشيد الكبير الذي طبعا يتواجد في هذه المنطقة. وطبعا كل هذا الدعم يأتي لإسرائيل لأن ظروف المعركة صعبة على الجانب الإسرائيلي. هذه هي حقيقة المسألة وحقيقة ما يأتي. فبالنسبة لقطاع غزة الآن الجانب الإسرائيلي فعلا هو يحشد بشكل كبير في شمال قطاع غزة، تحشيدات هائلة للغاية في هذه المنطقة من الجانب الإسرائيلي طبعا من أجل مهاجمة تحديدا قطاع غزة أو مدينة غزة وفي شمال قطاع غزة. وبأن الآن المواطنين بشكل عام من المدنيين من 2 مليون من قطاع غزة أكثر من 600 ألف شخص
شخص من قطاع غزة من المدنيين قاموا بمغادرة هذه المدينة باتجاه دير البلح وخان يونس وكذلك رفح، وهنالك لا زالت مشاكل في مسألة المعابر مع مصر. طبعا هنالك أزمة إنسانية كبيرة بسبب هذه المعركة، ولكن بالنسبة لإسرائيل تريد القيام بهجوم للسيطرة على مدينة غزة، لكنها كما تحدثنا صعبة للغاية على الجانب الإسرائيلي للعديد من الأسباب العسكرية طبعا التي تأتي كمسألة مهمة لما سنراه طبعا في الفترة القادمة. فبالنسبة للجانب الإسرائيلي، أولا أن الجيش الإسرائيلي ليس معتادا وليست لديه الخبرة الكافية في مسألة حرب المدن، هو ليس جيشا متمرسا على مثل هذه الحروب أبدا، وكذلك أن الإمكانيات التقنية الغير معهودة التي يمتلكها حتى من القوة السبرانية وغيرها هي ليست كافية وتكون محدودة في مثل هذه المناطق المكتظة بالمباني الكبيرة وعند تقارب الجبهات، وأن يكون هنالك نوع من التقارب والاشتباكات بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، الظروف التقنية نوعا ما تصبح محدودة بالنسبة للجانب الإسرائيلي. وأيضا واحدة من الأمور الصعبة التي يواجهونها هي كثرة المباني وتواجد الفصائل الفلسطينية مثل حركة حماس، طبعا بكل تأكيد هي القناصة، وجود القناصة سيشكل خطر حقيقي وصعوبة حقيقية على الجانب الإسرائيلي، وأيضا أن تواجد عنصر واحد في أي مبنى من هذه المباني يجعل الجانب الإسرائيلي أن يكون بحاجة إلى ما يقارب من 7 إلى 10 عناصر لكي يدخلوا هذا المبنى، وبالتالي إسرائيل بحاجة للقيام بالكثير هنا في هذه العملية. وأيضا أن الفصائل الفلسطينية يجب أن لا ننسى أنها تمتلك الطائرات المسيرة، تمتلك الأنفاق أيضا، في نفس الوقت ممكن أن يظهرون للرتل الإسرائيلي من أي اتجاه ومن أي جهة، ومن ثم يعودوا طبعا للاختفاء. وأيضا في نفس الوقت العبوات الناسفة التي يستخدمونها في الطرق، تفخيخ المباني وحتى الانتحاريين، كل هذه أسلحة هي بيد الفصائل الفلسطينية في هذه المعركة، لذلك هي معركة صعبة، والجانب الإسرائيلي بحاجة إلى عمليات استطلاع مكثفة لضبط ما يجري وضبط التحركات بحركة حماس، لا بل إنهم بحاجة إلى قوات خاصة Special Forces أن يقوموا بعملية إرسالها للتغلغل في داخل هذه المدينة ومدينة غزة للتسلل من أجل الوجود أو التواجد في هذه المنطقة، مع تحقيق قد يكون حتى هم بحاجة إلى عملية إنزال سريع خلف خطوط فصائل حماس من أجل القيام بعملية رصد للتحركات الخاصة بحركة حماس لتحديد المباني المطلوب ضربها وبعدها ضربها ليتحقق الهجوم. وطبعا هذا هو الذي يفسر لماذا نحن سنكون أمام حرب كبيرة للغاية مرتقبة وفيها الكثير من الخسائر من الطرفين، وإسرائيل نوعا ما تعلمت الدرس من قبل الجانب الأوكراني، تلاحظ دباباتهم الآن كيف هي تتهيئ، تلاحظ بأن هنالك أقفاصا توضع فوق الدبابات كما تلاحظ، وهذه الأقفاص هي من الجيش الأوكراني، هو الذي اخترع أو وجد هذه الطريقة من أجل حماية الدبابات من الهجوم بالطائرات المسيرة كما تفعل روسيا على طبعا الدبابات الخاصة بأوكرانيا. بالتالي الآن إسرائيل تقوم بنفس هذا الأمر تماما. السؤال، لماذا تأخر هذا الاجتياح البري الإسرائيلي؟ متى سيحدث يا ترى؟ معلومة مثيرة جاءت ونشرت يوم أمس ولا زال الإعلام يتحدث عنها، بأن بايدن سيتجه إلى إسرائيل من أجل إعلان دعمه لإسرائيل بشكل مباشر، وبالتالي هنالك تسريبات تتحدث من الأوساط الغربية بأن أما يوم الأربعاء أو الخميس سيكون متواجدا في إسرائيل، وهذا قد يعني بعد نهاية الزيارة الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن قد يعني بأننا دخلنا وبدأنا بساعة الصفر لهذه المعركة الكبيرة والمرتقبة طبعا بكل تأكيد.